الترم التاني يا شباب بيبتدي من الوحدة الرابعة. ليه الوحدة الرابعة؟ لأن الترم الأول كان فيه الوحدة الأولى والتانية والتالتة، فطبيعي الترم التاني يبقى الرابعة والخامسة والسادسة. طبعا أنت هتلاقي في الكتاب بتاعك اللي معاك في جزء كده إيه، ريفيزيون مراجعة على الترم الأول. هنا النسخة دي بادئة من الترم التاني على طول، لأن إحنا طبعا يعتبر يعني خدنا أسبوع بس تقريبا أجازة. المهم الوحدة الرابعة اسمها أو مارشي. أو مارشي يعني في السوق، داخل السوق. في الوحدة دي هتتعلم حاجات كتير جدا، يعني مثلا أول حاجة السؤال عن كيفية الوصول إلى مكان ما. يعني تسأل حد مثلا أنا عايز أذهب إلى السينما، هروح إزاي؟ فدي طريقة الكيفية، يعني تسأل بكومون، كيف. وكمان هتتعلم السؤال عن الثمن وسعر الأشياء، وكمان هتتعلم إزاي تطلب شيء ما. يعني مثلا أنت في ريستورون، في مطعم، وبتطلب وجبة معينة أو أكلة معينة، تطلبها إزاي مثلا. وكمان هتاخد الأعداد لغاية 201. طبعا الأعداد اديتهالكوا هدالكوا لغاية مليار بقى، مش اتنين، مش 201، بس بطريقة سهلة طبعا، يعني ما تتخضوش كده، هدالكوا بطريقة سهلة زي ما انتم شايفين صفحة كلمات، كمان صفحة، وبعد كده القطعة بتاعت كتاب الوزارة زي ما احنا عارفين ومتعودين، وبعديها قطعة من كتاب برافو، وتدخل بقى في الدروس بتاعتك بقى بتاعت القواعد. هنا قاعدة الأعداد أهو، وبعديها فعل بروندر واستخداماته، وفعل بوار يشرب استخداماته، وحاجة اسمها قاعدة الإدغام، ودي نقطة كنت انتوا بتتلخبطوا فيها شوية الترم الأول. والمواو والتوا دولت خدتوها الترم الأول، هنشرحها تاني. وهنا السؤال عن الكيفية بقى، سواء بكومو أو بأو أو ببور، كيفية الذهاب إلى مكان، والتعبير الفو. وكمان هتاخد أدوات التجزئة، وكمان إزاي تطلب شيء ما، وإزاي تعبر عن ميولك، وإزاي تسأل عن السمع، وبعد كده المواقف والمقالي. هو ده المحتوى بتاع الوحدة الرابعة. طبعا زي ما انتوا عارفين دايما لما ابدأ وحدة جديدة لازم اعرفكم يعني بشكل سريع كده هي بتتكلم عن ايه، لان انت المفترض يعني تبقى واخد بالك من كل شيء انت بتدرسه. طبعا احنا مش هنشرحها كلها مرة واحدة، انما لازم كده يبقى في مقدمة ان انا اقدر افهمك الوحدة بتتكلم عن إيه. طيب يلا ننطق الكلمات، بس قبل ما نبدأ الكلمات هل في تقطيع في الصوت ولا حاجة؟ لا يا بروف، لا يا بروف، الصوت واضح؟ لا يا مستر. تمام. مستر؟ مين اللي قال مستر؟ حمزة اسمها بروف. ماشي، تعالوا ناخد النو ماسكولان والنو فيمينا، الأسماء المذكرة والأسماء المؤنثة. النو ماسكولان، لقاء أو ميعاد، أن رانديفو، أن رانديفو، ثلاجة، ريفريجراتور، ريفريجراتور، وليها اسم تاني اللي هو فريجو لو تفتكروه، ريفريجراتور. أمينو، أمينو، أن ديسير، ديسير. طبعا بتنطوا ورايا وانتوا قافلين المايك يا شباب. تاني من الأول، رانديفو،
ريفريجراتور، منيو، ديسير، ديسير، فير، فير، بلاتو، بلاتو، كيليون، كيليون، غارسون، غارسون، باسون، باسون، فروي، فروي، ليجيم، ليجيم، ساندويتش، ساندويتش، فوندر يعني بائع، فوندر، ثانية واحدة يا شباب، نستأنف، بائع، فوندر، فوندر، شقة، ابارتمون، انتوا يا شباب عايز تركيز، ابارتمون، لوبيتي ديجينير، لوبيتي ديجينير، بيتي ديجينير يعني فطار، ديجينير بس يعني غداء، لو بيتي ديجينير، لينغريديون، 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 مارشون، مارشون، جاردان، جاردان، ميزي، ميزي، بون، محدش يقول بونت غلط، نطقه بون، 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 بالأول تاني، طبعا احنا عارفين ان النطق ده حاجة مهمة جدا 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 يعني، فلازم ان احنا نلتزم بكل شيء في النطق، تمام كده يا شباب؟ استنوا في حد جديد داخل، ازيك يا فارس؟ الحمد لله. بس انت اول حصة النهاردة يا فارس صح؟ خدت فرنساوي الترم الاول؟ تمام يا فارس، دي أول حاجة هندرسها في الترم التاني، دي كلمات الوحدة الرابعة،
الوحدة الرابعة اسمها أومارشي في السوق. تعالوا شباب ننطق الكلمات من الأول تاني. أول كلمة في الوحدة اسمها إيه؟ لقاء أو ميعاد، رانديفو، رانديفو. ريفريجراتور، ريفريجراتور. لازم يا جماعة تنطقوا ورايا وانتوا قافلين الميكروفون، لازم. مينيو، مينيو. ديسير، ديسير. فير، فير. بلاتو، بلاتو. كيليون، كيليون. غارسون، غارسون. باسون، باسون. فروي، فروي. ليجيم، ليجيم. ساندويتش، ساندويتش. فوندور، فوندور. ابارتمون، ابارتمون. لو بيتي دي جونيور، لو بيتي دي جونيور. انغريديون، انغريديون. مارشون، مارشون. جاردان، جاردان. ميوزي، ميوزي. بون، كوبري يعني. بون، بون. طيب اقرأ كده يا أستاذ سيف من الأول. سيف، طب خلاص نبدأ الأول بجنى. قولي يا جنى أنت الأول. ايه لقاء بروف؟ أو ميعاد، رينفو، ريفريجراتير، ميني، ديزير، بار، بلاتو، كيليون، غارسون، باسون، فري، فروي. فروي، ممتازة، ليغون. ممتازة. بس تمام كده، ممتازة، ممتازة، ممتازة يا جماعة، ممتازة. شكرا. طيب حمزة اقرأ كده من أول كلمة موعد أو لقاء، أول كلمة فوق. Un rendez-vous, un réfrigérateur, un menu, un désert, un verre, un plateau, un client, un garçon,
un passant, فروي. ايوه un فروي. ممتاز جدا يا حمزة، ممتاز. بس خلي بالك من حاجة، يعني مثلا هنا انت دايما بتيجي عند اخر حرف ده يعني في الكلمة، عارف انت كأنه ايه بتنسى، يعني ده نطقها ايه مني، لان ده حرف الاي اللي هو اليو في الانجليزي، ده عندنا اسمه اي، يبقى اي يبقى نطق الكلمة مني، تمام. وده مش فيري، لان الاي لو جت في الاخر ما بنطقهاش الا لو عليها اكسون، فهي انا جت في الاخر مش هنطقها، هقول فار بس، فار. ونفس الكلمه برضو كان يا جانا عندك نفس الفكره، فار. لكن جميل جدا 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 انتوا الاثنين. طيب اقرا كده يا استاذ سيف من الاول. ان رونديفو، ان ريفريجيراتير، شاطر، ان منيو، ان منيو، ممتاز. ان دوزي، ان فير، كمل، ممتاز. ان كالتوي، لا، لاتي، كل يوم لاتي. كل يوم. لا، اللي هي قبليها الصينية، دي اسمها كل صينية. يوم. لا، اللي قبليها صينية، أنا لسه في الصينية. بلاتو. بلاتو، زبون، أن، بص، طب انت من غير الأداة، كمل من غير الأداة عادي. كيني، كاين، كيني، كل أن يوم. غرسون، كليون، أن با، فروتي. ام باسون، باسون فروي، فروي. طبعا يا شباب اوعوا تنسوا الفوكون سيرفي لو مو افيك لي زارتيكل، كار سي نيسيسير دي سافوار سي ماسكولا فومينا بور اكري لا بون ريبونس. يعني ايه؟ لازم تحفظ الاسم بالاداه يا فارس، لان الاسم بالاداه يا حمزه بيعرفنا الكلمه دي مذكره ولا مؤنثه. وفي الفرنساوي لازم تبقى عارف الكلمه مذكره او الاسم، تعرف هو مذكر ولا مؤنث عشان تقدر تحل صح في الامتحان. طيب تمام، قولي يا مريم من الأول كده. ان ريفو، ان ريفريجيتير، ان نيو، ان ديزي، ان فري، ان لاتو، ان كلي، ان غارسون، ان باسون، ان فولوي. شطورة شطورة، بس انتي نطقتي دي انجليزي، انتي اتلخبطتي كده، دي نطقها مني مني، وده اسمه كليون كليون. ولكن ممتازة جدا يا دكتورة مريم، حاول كده يا فارس انت. انت اتفضل. ان فو، شاطر، ان ريفيستور، تمام ان منو، ان منيو، تمام ان ديسير، شاطر، ان فيري، ان بلاتو، جميل ان الكنيو، جميل. ان غرسو، ان ان باسو، ان جميل، كمل. فروي، فرو، رائع جدا، رائع. هي الكلمة دي بس انت قلت فيري، وانا حرف الاي ده لما يجي في الاخر ما بنطقوش، مش بنطقه غير لو جه عليه اكسون بس، فيبقى فير. انما نطقك يا فارس كويس جدا، يعني مركز ومنتبه، ممتاز، شطار يا اساتذة كلهم ما شاء الله. تعالوا بقى ناخد الجدول التاني، النو في منا اسمها المؤنثة. إن ديريكسيون
إن، دايما الاسم المؤنث بياخد إن أو لا، ممكن ياخد دريكسيون، دريكسيون، فوتو، فوتو، بواسون، بواسون. ايه الوا دي يا جماعة؟ ايه الوا دي؟ بص يا سيدي، الاو لو جه وراها ايه تنطق وا. ايوه زي ما بقول لك كده، الاو لو جه وراها ايه تنطق وا، عشان كده قلت بوا، بواسون، بواسون، بواسون. كوموند، كوموند، تاس، تاس، بيس، بيس، جار، جار، بارفوميري، بارفوميري، بوتيك دو سوفونير، بوتيك دو سوفونير، بوتيك دو سوفونير، افينو ده شارع كبير زي افينو دي شانزليزيه كده، افينو، تور. ممكن اقول تور او تور، ليه؟ لاني ممكن اقول ار او ار. كون فوزيمي، كون فوزيمي، بارلي براحتك زي ما تحب الكلمه، تور او تور تنصح. دي اللكنه بتاعت باريس ومعظم المدن، ودي اللكنه بتاعت جنوب فرنسا اللي هي الار. براحتك، تور، اون بلاس، بلاس، لو، لو، سنتور، سنتور، فوندوز، فوندوز، ري، ري، بوست، بوست، اديسيون، لاديسيون من غير الأداة بقى، اديسيون. تاني من أول النوفي منها والأسماء المؤنثة تاني يا شباب. طبعا يا شباب طالما هنتعلم لغة يبقى نتعلمها صح، ده مبدأ. بمعنى تعلم لغة يبقى زي ما بتكتبها صح وبتفهم القواعد صح، لازم كمان تنطق صح. وبناء على ذلك انا كنت وعدتكم ان انا هعمل كورد فونيتيك او كورس صوتيات للنطق، فانا ان شاء الله هعمله لكم الاسبوع الجاي، هيبقى في الاجازه بتاعت الاسبوع الجاي يوم الجمعه مثلا، فاول ما احدده اقول لكم عليه، هبعت اللينك على الجروبات على طول. نكمل. نقول من اول الاسماء المؤنثه تاني، دريكسيون، دريكسيون، فوتو، فوتو، بواسون، بواسون، كوموند، كوموند، تاس، تاس، بيس،
بس جار دي محطة القطار اسمها جار. جار بارفيميري. بارفيميري بوتيك دو سوفينير. بوتيك دو سوفينير افينيو. افينيو تور. تور بلاس. بلاس لو سانتور. سانتور فوندوز. فوندوز ري بوست. بوست لاديسيون. لاديسيون يبقى يا شباب خدوا بقى ده سكرين شوت، عقبال هرفع لكم دلوقتي طبعا المذكرة أو كتاب، يعني كتاب برافو على التليجرام. أول جدولين دولت كونسرفاسيون أو حفظ، يعني خدوهم سكرين شوت عشان تحفظوهم. الصفحة كاملة؟ لا أول جدولين بس اللي إحنا نطقناهم، إنه ماسكنال إنه في منها الأسماء المذكرة والأسماء المؤنثة يا حمزة. أخدتوها يا شباب؟ أيوة بروف. يبقى أول جدولين في صفحة كام دي؟ دي 33 اللي هو في أول واحدة، يعني انت عندكم المنهج 3 وحدات الترم التاني. طيب اخرجوا يا شباب وادخلوا تاني عشان اللينك هيفصل، وطبعا اللينك ده احتفظوا بيه، ده اللينك الثابت، يعني في موعد الحصة تدخل على نفس اللينك ده هيدخلك الحصة على طول. اخرجوا وادخلوا تاني على نفس اللينك. يلا سريع تاني من أول الأعداد خالص، من أول واحد. أن دو تروا كاتر سانك سيس سات ويت ناف ديس. ديس بعد الديس إيه؟ بعد 10 إيه؟ 11. اسمها أونز. اونز يعني 11 اونز. وهنا في الجدول بقى اللي قدامك جايب لك دوز اهو، يعني جايب لك ايه؟ دوز يعني 12. دوز دوز تريز تريز كاتورز كاتورز كانز
كانز من الأول رقم 10. ديس 11 بقى. أونز دوز تريز كاتورز كانز. ان دو تروا كاتر سانك سيس سات ويت ناف ديس اونز دوز تريز كاتورز كانز. كده لغاية 15. من الأول ان دو تروا كاتر سانك سيس سات ويت ناف ديس اونز دوز تريز كاتورز كانز. 16 سيز سيز سيز. 17 ديسات ديسات. 18 ديزويت ديزويت. 19 ديسناف ديسناف. 20 فان. نطقها فان، محدش يقول فينجت غلط، نطقها فان. 20 فان فان. طبعا الاعداد دي هتلاقوها متسجله لان هنزل طبعا الحصه على التليجرام، فطبعا هتراجعوها كويس برضو. تعال نقول من الاول تاني. ان دو تروا كاتر سانك سيس سات ويت ناف ديس اونز دوز تريز كاتورز كانز سيز ديسات ديزويت ديسناف فان. من الاول ان دو تروا كاتر سانك سيس سات ويت ناف ديس اونز دوز تريز كاتورز كانز سيز ديسات ديزويت ديسناف فان. من اول 11 اونز 12 دوز تريز كاتورز كانز سيز ديسات ديزويت ديسناف فان فان. من اول 11 اونز دوز تريز كاتورز كانز سيز ديسات ديزويت ديسناف فان. هي دي يا شباب الاعداد اللي عايزكم تحفظوها من 1 لغاية 20. خدوا سكرين شوت كده للصفحة لأن مش هتلاقي عندكم يعني في كتاب الترم التاني من 1 لغاية 20، هتلاقوا من أول 12 بس. خدوا الصفحة كلها يبقى أنت عارف إن على الجنب ده من أول واحد. كده يا شباب خدنا جدولين كلمات وخدنا الأعداد من 1 لغاية 20، تمام كده؟ في حد مش فاهم حاجة أو محتاج حاجة أوضحها له؟